هذا اللقاء يتلخص في موضوع ما أثير من جدل في موضوع الموانئ النفطية وتسليمها لجهات غير شرعية. المجلس الرئاسي كان واضحا في بيانه صباح اليوم في هذا الخصوص، وأن المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للمجلس الرئاسي ومقرها مدينة طرابلس هي الجهة المخولة والقناة الشرعية الوحيدة للتعامل مع الجهات الدولية فيما يخص النفط وبيعه. بالتأكيد حاول المجلس الرئاسي منذ توقيع الاتفاق السياسي أن لا يدخل في هذا الأمر، وما يخص موضوع النفط كان موضوع حساس ويمس كل الليبيين، وهو المصدر الرئيسي للدخل كل الليبيين، ونحن نحترم هذه المؤسسة، المؤسسة الوطنية للنفط، هذه المؤسسة العريقة التي لها أكثر من 50 عاما وهي تتابع وتنشط في هذا المجال، ونرجو من الجميع أن يحافظوا عليها وأن يتعاملوا معها بمهنية. هذه المؤسسة لا تتعامل مع الأموال، هي تدير قطاع النفط وتقوم بالإنتاج، ونجحت في المدة الأخيرة في إيصال الإنتاج إلى مقادير ومقاييس ممتازة جدا على المستوى العالمي وعلى المستوى الداخلي. قامت بالصيانات وخصصت لها الأموال من المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، وأعطيناها الأولوية في تخصيص هذه الأموال. حاولنا قدر المستطاع أن نبتعد هذه المؤسسة عن كل التجاذبات السياسية. هذه المؤسسة يجب أن يكون واضح لدى الجميع هي إداريا تتبع لحكومة الوفاق، ولكن في نفس الوقت تحاول أن تتعامل مع كل المناطق في ليبيا، وتحاول أن تكون لها مخصصات اجتماعية وأن تنشر التنمية المكانية في كل مكانات ليبيا وكل المواقع. الأموال التي تحول المؤسسة تحول أو المبالغ الإنتاج النفط من المؤسسة يحول إلى مصرف ليبيا المركزي، ومن خلاله يتم توجيهها في ميزانية لكل الجهات في ليبيا وكل المؤسسات بدون أي تمييز. المجلس الرئاسي كان واضحا في هذا الشأن في بيانه، وقد أشرنا لكل وبعثنا وتواصلنا مع كل الأطراف الدولية أن التعامل يكون من خلال المؤسسة الوطنية للنفط طرابلس. بالنسبة إلى ما حصل في الهلال النفطي، نحن أدلنا من اليوم الأول الهجوم اللي قامت به مجموعة خارج عن القانون، وكان واضحا المجلس الرئاسي في إدانته لهذا الهجوم. هذه أموال الليبيين، وهذه المنطقة هي منطقة ذات خصوصية خاصة، ويجب المحافظة على أموال الليبيين بغض النظر على الحكومة وكل الحكومات اللي موجودة. هذه المنشآت تخص كل الشعب الليبي، والشعب الليبي سيحاسب كل من تجرأ عليها أو قام بالاعتداء عليها. في الشق الإداري، المؤسسة الوطنية للنفط هي مؤسسة تتبع كل الليبيين، وهذه المؤسسة مسؤولة على إدارة منشآت نفطية ليس فقط في الهلال النفطي، ولكن في طبرق وفي البيضة وفي بنغازي، وكذلك في الهلال النفطي وفي الزاوية وفي جنوب ليبيا، وحقل الشرارة وحقول أخرى كثيرة موجودة في كل مناطق ليبيا. المؤسسة تتعامل بمهنية وإدارة هذه المنشآت، ولا تتدخل في الجانب الأمني والعسكري والسياسي. نحن اليوم نتكلم على مؤسسة عمرها 50 سنة أدارت، أو أكثر من 50 عام أدارت بكل مهنية واحتراف هذا القطاع، ونود المحافظة عليها. إنشاء أجسام أخرى غير شرعية خارج المؤسسة هو مرفوض. أما فيما يخص من يسيطر عسكريا على موقع عسكري ما، فحكومة الوفاق من اليوم الأول ومن بدأ في العمل لم تكن طرفا عسكريا ضد أي طرف ليبي. نحن نبحث على وفاق وتوافق يخرج الليبيين من حالة عدم الاستقرار. الاستقرار أولا وأهم، المحافظة على أموال الليبية وأرزاقها، ثم الحديث على الأطراف العسكرية. شكراً.